حين يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الاستعداد للعودة للاتفاق النووي، حال امتثلت طهران لبنوده، هل نحن أمام صيغة جديدة، صيغة العودة للاتفاق على أرضية الالتزام مقابل الالتزام؟ أعتقد أن إيران تريد كسب الوقت، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتنازل عن طلباتها التي هي ما فرقتش كتير عن الطلبات اللي طلبها الإدارة السابقة الرئيس ترامب، بل زاد عليها كمان إدخال عناصر آخرين زي المملكة العربية السعودية وزي إسرائيل إلى الاتفاق. والنهارده في كلمة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد على حرص المملكة العربية السعودية على ألا تحصل إيران على السلاح النووي. ده برضو تطور في يعني سياق المنطقة تجاه محاولات إيران كسب الوقت للوصول إلى السلاح النووي. هناك تقارير طلعت في الشهر الماضي أن إيران على بعد أسابيع من السلاح النووي وأنها تستطيع أن تنتج السلاح. أعتقد هناك فارق بعيد جداً في الاتفاق ما بين الإيرانيين برئاسة الرئيس رئيسي الرئيس الجديد والمتشدد والمعروف أنه على أقصى اليمين، ما بين إدارة الرئيس بايدن. فالرئيس رئيسي أعلن أن إيران لن تقبل بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق حتى ترفع الولايات المتحدة الأمريكية كافة العقوبات وتؤثر في الاقتصاد الإيراني ويشعر بأنها أتت أكلها ثم تعود إلى التزامات. طبعا ده ضرب من الخيال. أعتقد أن الإيرانيين يريدوا كسب الوقت، يريدوا أن يصلوا إلى يعني مراحل متقدمة من الوصول إلى السلاح النووي حتى يزيدوا من الضغط على المجتمع الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية وفرض الشروط. ولكن أعتقد أن وكالة الطاقة الذرية وأيضا يعني الاتحاد الأوروبي بالتأكيد ينظر إلى ما يحدث، وهناك رقابة شديدة على تصرفات إيران في الفترة الماضية، والذي أعتقد أنا لا أثق أبدا في تصريحات طهران.